إيه فهم أحلى راديو 9:07 هذه يلعب يلا جيكم انتوا حتى للعشرة امتاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تبع فينا في كرهبة, مساء الأنوار للناس اللي تبع فينا على الفاش فيسبوك راديو إيه فهم ولا علشان إيه فهم تي في على اليوتيوب. كل عادة حلقة الجمعة 27 و 20 و 21, حلقة الربح واثنية واحدة هي إتوال 600 إتوال واحد دياز, إتوال 600 إتوال واحد دياز, اتصال لتونس ما تخلي حتى حد يروح مغشش. الكل اللي راحوا فرحانين كان اسمك خرج في القرعة الأولانية باش تكون انت سعيد الحظ وباش تكون واحد من المتبارين اللي معانا وتربح 600 دينار. كان اسمك خرج في القرعة الثانية زادا كيف كيف باش تكون انت الفائز على الديجيتال والجائزة نتاعك زادا 600 دينار كاش. كان اسمك خرج في القرعة الثالثة وتكون انت سعيد الحظ تربح كيا بيكانتو قيمتها 40,000 دينار من اهداء اتصالات تونس. حلقة اليوم باش تكون مثيرة للجدل, انا متأكد انها باش تكون مثيرة للجدل بما انه معايا لستار النجمة العظيمة اللي رمضان كامل هاك اغزر قديم انا جمعتين تبارك الله غياب وترجعنا اليوم في فورما ديركتو من القاهرة مباشرة بعد ما كانت في ستاج فيرمي مع الستار غاديكا والجو هذاك. جي اليوم فاطمة برتكيس, عسلامة فاطوم, عسلامة ويني سافا في فورما؟ في فورما, خليت بلاستي ولا لا؟ خليت باركينج مش بلاصة بلاصة بركة خليت باش نمشي باش نمشي بالطيارة من مصر ديريكت مو هي مضيف الطيران وعظيمة وجميلة وأنيقة وعلى الدوام ميمي. عسلامة مريم, عسلامة وليد, عسلامة فاطمة, عسلامة يافيم, عسلامة اللي يسمعوا فينا الكل, حاضرين في فورما المهمة نتاعكم ماكم تعرفوها. اي مساج كي تعاود ذكرنا مش خايب باش تقولي مساج كي نغلط متبارين باش تقولي لا مش مساج مساج شنو؟ لا لا ان شاء الله باش نربحوهم 600,000 وال 100,000 اللي يخسر معناتها ما عندناش احنا. شو شو انت اعطينا انفورماسيون صحيح, احنا باش نعطيهم 600 اعطيه الصحيح انا اللي اختارني باش نجيب له 600 اليوم. معناها انت تتحدى في لا فاطمه انك مشات خرات دروسها في مصر هذيك القاهره من الاسكندريه للقاهره دارتهم الكل. لا لا برشا جو في مصر والله جو. قولي صوتك بربي يا فاطمه الحقيقه جو صوتي مشي صوتي مشي نعرف المبر في هذيك على المسلسلات واللهجه المصريه واللكنه المصريه جات صوتها مبحاح. ايوه انا باش نمشي مباشره لولايه بن عروس المدينه الجديده, هي متزوجه ام لثلاثه اطفال مدام عليا. مرحبا مرحبا سافا صحة بخير صباح انتي الحمد لله. ام لثلاثه صغيرات اي ربي يفضلهم لك ان شاء الله يكونوا 600 دينار من نصيبك مباشرة باش نمشي زادا لسيدي حسين ولاية تونس عمرها 22 سنة طالبة منيار جلاسي. عسلامة منيار. عسلامة. أنا حاس روحي نصفق وحدي, حاس روحي تعرف بوسط كلاوديا شيفر ومونيكا بيلوتشي وأنا عرفتك الأنيماتور الجديد هما هكايا قاعدين بوسط شكون أشب من الأخرى فهمت ما ناسين لعبة هما من البروفي اي ركزوا افرحوا بالمتبرين صف احنا مركزين والله ما نهري لكم يديكم اليوم صف اقعدوا صفقوا للاخر باه مدام عاليه وي سافا في فورما سافا. تعرف قانون اللعبه الاولاني اول شرط شنو هو؟ نعم انك تضحك صحيت اكيد انا اضحك صحيت يا منيار. نعم اتيديونت وين بديت تضحك انت ديجا صحيت اكيد كنحب انا سنت خرجت من لفسيق منار. اوه لفسيق منار مالا وليت انا تو استاذة قد الدنيا. لا وليت انتوما ليسونس انفورماتيك انا مو من الجيل الذهبي كالقدم عرفتهم ميتريز وقفت غاديك احنا تو نقدموا في الماستر ولا في الدنجي ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله ربي معاك. باهي منيار وعالية باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني كل واحدة اللي باش تعطيني اجوبة صحيحة في اقل وقت هي عندها حرية الاختيار مع شكون تحب تلعب مع مريم والا مع فاطمة. فهمنا؟ فهمنا. بفهم واحدة حالة راديو بحدا عالية مدام عالية. كان حالة راديو ولا حاجة اي سيسا تو هكا نسمعوا فيك 5-5 سمعنا بالتليفون باش نبدا بك انت مدام عالية مغرومة بالكوجينة شوي هكا كنت هكا نعرفوا تو نعرف الحقيقة تو تسويت باش نعرف الحقيقة انا حضر لي روحك سؤال يقول سمي ثلاثة أنواع خضرة لونهم أخضر. الخس المعدنوس والفقوس ظاهرة كلمة طيب الجملة
والله هي والغاز هاك انا قاعد نخمم اسره مع بعضينا هي والغاز انا قاعد نخمم برافو برافو دونك ثلاثة أجوبة صحيحة في خمسة ثواني ثلاثة أجوبة صحيحة في خمسة ثواني منيار منيار لازم تدخل شوية حاضرة حاضرة السؤال نتاعك يقول سمي ثلاثة أشخاص تكلمهم بالتليفون كل يوم ماما بابا وأختي لا تريسيتي منيار نعم شبيك شو بكي قال لبنان أكثر حاجة نستعملها في نص ثانية شكون أنا نسيتهم لا جبوا اللي قالتهم أنا عودوني ماما بابا وأختي ماما وبابا وأختي به منيار مع شكون نعم. تحب تلعب مع فاطمة ولا مع مريم والله والله شنو شكون قالت تحب تربح 600 دينار زوز قلنا زوز دبر راسك هاي مع شكون تحب تلعب منيار نختار لك فاطمة. نختار لك انا اختار لي اختار لي لا بقى تقول لي خسرتني لا لا والله من سيد لا والله لا هاي اختار هاي مريم ولا فاطمة فاطمة دونك منيار باش تلعب مع فاطمة مدام عليا باش تلعب مع مريم مع مريومة مرحبا مدام فاطمة متفقين وحاضرين به السؤال هذا توا يهم اللي موجودين في البلاتو انتوما تقعدوا تسمعوا فقط هذا سؤال الأولوية البنات يديكم على البزر سي بون حاضرين حاضرين جاهزين ايوا نحكي شويه مصري اليوم سامحوني باش نحكي شويه مصري على خاطر الاستاذه جايه من مصر يعني ايوا معلش السؤال يعني. يقول شنو هي يتسمى طبيب الجلده بالفرنسيه ديرماتولوج ديرماتولوج لا كيفاش كسر البزار انت ديرماتولوج جواب صحيح مريم جواب مدام فاطمه مدام علي مدام علي اكتب مدام علي اكتبها خمسة مرات باش تحفظ اسمي مدام علي بالورقه والسيلو مدام علي وي مريومه وصلتك للسؤال اللي على نقطه عندكم 30 ثانيه كي نعطي انا السؤال تتشاوروا مع بعضكم وتعطيها انت الجواب النهائي ليه؟ قبل ما يفوت 30 ثانيه تركزوا شويه نركزوا شويه مع بعضنا مدام علي نركزوا مع بعضنا مدام اسمع سؤال ومن بعد نعاود لك انا يلا سيدي السؤال يقول منين اصل الكرواسون الاقتراحات فرنسا بلجيكا ام النمسا وين اصل الكرواسون تعرفها ولا ليه اي نجاوب اي قل لي منين فرنسا لا انا مانيش معاك أنا نقول نمسا مازالوا 10 ثواني أنا نقول نمسا تحب نقول كما أنا ولا كما أنت أنا متأكدة خمسة لا أنا فرنسا مدام عليا قتلك فرنسا فرنسا مدام عليا وي علاش ما سمعتش كلامها حسيتها غالطة ما تجيش كرواسون والنمسا اللي فما برشا في بالي انا ماذا حتى نذكرها اللي كوغونسون اصله من فرنسا من بلاصه من فرنسا من بلاصه من فرنسا نسيت هالبلاصه انت تعرف الوظيفه نتاع المهمه الرئيسيه نتاع لي دو كرونيكوز اللي معايا هو انهم يعاونوا المتباري ايه كي بداو مش متاكدين جينيرالمون ما ياخذوش الريسك حسيت مريم واثقه من روحها انا وانت ما مشيتش معاها في الخط اي 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 مالوريزمون حبيت تمشي معاها في الخط خاطر جواب غلط هي فعلا النمسا كارك صدقتها ما يصيرش رجعلها شويه لي زونت بوزيتيف خاطر حسيت ديسيبسيون حسيت شويه ديسيبسيون دونك ما يصيرش مرجي تشاور مع اكثر شويه تونه مازالكم خمسة ثواني كنت نجم يلا سيدي نمشي للسؤال يا منيار ما تدخليش منيار انا لازم نقوم تو خليني لا انت كانت عايت لها كانت عايت شويه كانت قوي صوتك تو يخلط صوتك المنيار خاطر توقف عند المخرج هكا هاو خاطر سي المخرج تسمع فيها ولا السيد فاطمه برتكيس تسمع فيها ما يصيرش خنقي تسمع فيها السيد المخرج هاي تسمع فيها السيد المخرج ربي سامحني باش نقدر لكم شويه فاطمه برتكيس ما يصيرش شويه مي قالوا ضربه مي قالوا صغير يا منيار منيار يقدر منيار
ياسر شكون لك راقد يا منيار؟ يا منيار قوم لي فيق يا منيار ريا ها هو ايا منيار نستنى في الكيستيون ريت كيفاش لا الكيستيون هذا ليهم هما لينا احنا البنات يديكم على البوزر البنات يديكم على البوزر السؤال يقول شنو هي خدمة بابلو بيكاسو؟ رسام جواب صحيح ريت كيفاش فيقتها ريت كيفاش فيقتها يا منيار لا خطر ما جاوبش تو بالحق الكسر البوزور بكل هيك جواب صحيح هو رسام دونك منيار نعم 30 ثانية هيا منيار باش تاخذ بهم نقطة أنت وفاطمة برتكيس السؤال يقول شنو هي الحاجة اللي كانت تميز طريقة لبس لوي 14 ملك فرنسا الاقتراحات الكعب العالي الطربوش أم الصندال أنا نعرف الكعب العالي أنا زيد نقول الكعب العالي هكا 15 ثانية أنا أنت شو تقول أنا نعرف الكعب العالي متأكدة الطربوش نعرفها للي الثانية ونعرف هو الكعب العالي معناتها نشوف اثنية ولا خمسة أربعة الجواب النهائي الجواب النهائي الكعب العالي الكعب العالي منيار الكعب العالي قد نعرف كان قصير حلوة لانديس حلوة لانديس لوي 14 كان قصير دونك على ذاك يلبس الكعب العالي والطربوش لا 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 ما قنعتنيش عندهم باو كان قول لك الصنديل شنو حوالك مع الصنديل لا جملة صنديل ما يجيش لوي 14 يلبس صنديل ما يلبس صنديل والطربوشة ما كانش يلبسها جملة ما كانش يلبسها جملة عندها المعلومات كل ما نجم كان يقول لك عندك نقطة برافو جواب صحيح هو الكعب العالي ولونه أحمر تحديدا الكعب العالي عندك نقطة لا فاطمة إن شاء الله مبروك عليك إن شاء الله تقوم اليوم فايقة يا منيار خلينا نحب منيار جاوبني فايقة ولا مانيش فايقة لاني فيقت من بين جبنا فيقت الحمد لله لك هومين الحمد لله اللي تظلموا فيا يا من يا راني مريم سؤال انصر اخاك ظالما ام مظلوما او مظلوما اي كيكا من يار فقت توه زوزة صحيح مدام عالية شجع شوية مريم خالي تفيق على نقطة التعادل بكش تجيبوا نقطة التعادل ان شاء الله يلا البنات مرة اخرى يديكم على البوزر سؤال يقول شنية ارزن كيلو بلاستيك ولا كيلو حديد كيلو بلاستيك راسي كيلو حديد لازم نغنيها كيلو حديد كيلو حديد كيلو بلاستيك باش نسالكم فيها حيله حيله فيها حيله بربي من بعد جيبوا لي شويه ماء وزهر زهر وسكر زهر وسكر يعني ندبهم يعني ندبهم على الاخر علاش باه شنو الفرق بين كيلو طماطم وكيلو بطيخ معناك تجي تحط بسكولة هاك تحط كيلو طماطم على اليمين وتحط كيلو كيلو بطيخ على اليسار البطيخ انا واللي يرزن البطيخ الطماطم باهي قلنا على يزيع لا والله لاني مسيب باهي ناخذوا كيلو لوح كيلو لوح وكيلو مسامر وحديد المسامر كي نحطهم على البسكولة انا هو اللي لوح لوح الحديد لوح لوح انت اش تقول انت برا نعملوا نقولنا لا غير هو كيلو كيلو والماتير تبدل كيلو 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 لا انا هكا كيلو دختو حسيتوا بالفشل ولا مش فشل لا فشل ذريع شلون لا كيلو حديد وكيلو بطاطا وكيلو طماطم كلهم كيلو يا اختي شنو كيف تحط مع البسكوله هي معناها شوف شو تبدل معناها كيلو اسمه كيلو زوز كيف والله جيتي سور هذاك علاش قلت جيتي سور فما حاجه فما حيله قلت لك فما حيله انا قلت لك راه مش جاوب عليه دونك جيب لي جيبوا لي سؤال ها نمشي ديريكت نمشيو لفاطمه ديريكت خاطر ميمي جاوبت غلط سامحني كيلو باش شنو الفرق بين رطل البطاطا ورطل الطماطم؟ ما نعرفش ما نعرفش نفسهم رطل تنصي بوط الكعنه ما نعرفش انا نحط كيكه هيا من يار سلكني الكيسيون ذي ما نعرفش قداش في الكيلوات هما بيد ما عندي حتى فكره الماتير مهما تكون شنو هي الماتير كيلو 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 كيما ايتر زيت كيما ايتر البن هي معناها ما يعطيش تكون كونتيتي نتاع البلاستيك اكثر مع نفس يا مي راسي باهي دونك منيار منيار ستريس نتاع الغدو 30 ثانيه منيار يفصلوك على 600 دينار هكا ولا منيار عندها نقطه هكا ولا
تأكدوا لي ذلك. منيار عندها نقطة، دونك 30 ثانية منيار يفصلوك على 600 دينار. السؤال يقول شني أشهر غنية تحكي على الثورة في إيطاليا؟ الاقتراحات ماكارينا، لا شانتي مي كانتاري، وإلا بيلا تشاو. منيار فاطمة 30 ثانية. فاطمة لا شانتي مي كانتاري. لا هي بلا تشاو من المنطقة الثانية. شنو؟ لا فيسا انا نقول بلا تشاو. فيسا اش تقول لي؟ اعطيها جواب نهائي. 5-4 جواب نهائي منيار. بلا تشاو. بلا تشاو. بلا تشاو مع فاطمة. ماهيش لا شانتي مي كانتاري؟ بلا تشاو. علاش بدلت رايك؟ ايش مش قلت انصر اخاك ظالما مظلوم معاها نيرني. مالا توكي باش تلقاها مظلوما وتشوفهم ك 600 دينار طايرين. قولي شنو حوالك؟ ها؟ مش قلت لك كلها دينار. قول لي انت توا كملت القرايه ماكش تخدم؟ لا لا باش نكمل ماستر ان شاء الله. باش تكمل باهي. زعما فاطمه منعتنا؟ شنو تقول انت؟ انا منعتني. انا معاها. انا ملي قالت لي ظهر ديريكت نحبك عرفت تمنعني. ظهر اسمع رمضان كامل وانت حاطه الفوندو. والله فوندو فوندو. والجواب نتاعك فوندو زاد. بيلا تشاو جواب صحيح. مبروك عليك 600 دينار يا منيار. مبروك عليك 600 دينار من اهداء اتصالات تونس. نخلي لك مود لافان. شكون تحب تسلم؟ نسلم على اللي نكلمها في التليفون، على فاطمة ومع العريس الكل، وعلى فاطمة ومريومة زادة. على فاطمة وعلى مريومة. ميرسي منيار. مدام عالية مازلت معنا؟ مدام عالية قصت التليفون. نحب نقول لها مدام عالية زادة عندك بوندا شا قيمته 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. مبروكين عليك. مبروك يا مدام عالية. احنا موصلين مازلنا موصلين معكم حتى للعشرة متاع ليل بالكادوات. كيا بيكانتو قيمتها 40,000 دينار من اهداء اتصالات تونس. اتوال 600 اتوال واحد دياس ترتيحه صغيره. راجعين. كيلو الحديد ماهوش هو كيلو البطاطا، يختلف كيلو الحديد على كيلو البطاطا، ويختلف زاد راهو رطل بطاطا على رطل طماطم. شنو حصلتونا راهو؟ ليترا زاد مش كيف كيف. سيد المخرج توا قال لي سيد المخرج ليترا سيد ليترا حليب ماهيش كي ليترا ماء. سامحني عندي اقوى معناها جهاب ومترو تراب موش كيما مترو كيس. يلا سيدي انا باش نمشي. شنو توا تسمع ميمي وسكتت لهم؟ لا حول الله. انا والله هكا كركلوا فينا الرجال. راسي وجعني انا والله. لازم تعرفني فيها حاره التحصيله. اسمع في بين اسئله كيستيون ريبونس مش نرمي روحي. لا هو كيستيون شنو مش ريبونس. اي ما مش باش فيها تحصيله بعد تحصيله داخين اي بستوريات. احنا باش نمشيو مباشره البرج السدريه متخرجه وعاطله عن العمل 28 سنه. سلوى كنوز عسلامة. شنو حوالك؟ سلوى بربي دقيقة وقعد معنا معناها باش نعاود الدخلة مرة أخرى باش نعاود نرحب بيك خاطر عندي زوز اليوم شايحين لي ريقي وأنا مصر إني أنا باش نشيح لهم ريقهم. ما حبوش يصفقوا دونك سايبوا التليفونات وستوريات صفقوا على سلوى مرة أخرى. سلوى كنوز مرحبا. والله يا سلوى والله ريتك النجومية نتاعهم نكسرها كان أنا. البنات باش نمشيو من برج سدرية مباشرة لسيدي بوزيد 23 سنة عامل يومي اسكندر ميساوي. مرحبا 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 بك اسكندر. سكون يا سكون اسكندر. يا سكون. نعم. شو حوالك يا اسكندر؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. قوي لي صوتك يا اسكندر باش تربح راهو بالصوت هذا ولا قرب روح التليفون. عييت يا سكون يا بنين. به اسكندر وسلوى باش نعطيكم سؤال اللي باش يجاوب في اقل وقت واجوبه صحيحه هو عنده حريه الاختيار مع شكون يحب يلعب. يختار مع شكون يحب يلعب، مع مريم ولا مع فاطمه اللي بعد شوي باش نفك لهم تليفونات. باهي باش نبدا بك انت يا اسكندر. حاضر نعم. حاضر نعم. حاضر عمي. هيا باهي. سؤال يقول
سمي لي ثلاثة أكلات، ثلاثة مكلات جي جارية. شربة. أي. تقرب جارية. أي. ورشتة. إلا سكور، ريتي بيها سكور. والله معلم في ستة ثواني، في ستة ثواني سكور جاب ثلاثة أجوبة صحيحة. سلوى. وي. حاضرة. حاضرة. يلا سؤالك يقول طب. سمي ثلاثة كلمات تعبر بيهم على الفرحة متاعك. واو. معناها هي. واو هي. يا سلوى. يا سلوى. ليه خسرتك برشا وقت. ياس. هي كلت لها 10 ثواني ديجا. والواو لولا. والحمد بركات واو واو واو. 5 ثواني ديجا. سمعوها من بعد. به دونك شكون عندي الفائز هو سكون. سكون يا اسكندر. هاي 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 سكون. مع شكون تحب تلعب، مع فاطمه ولا مع مريم؟ مع مريم. مع مريم. الا سكون ذي اليوم ابداع سكون. به دونك اسكندر مع مريم، فاطمه مع سلوى. عسلامة مدام سلوى. عسلامة سي اسكندر. ديجا كنت باش نختارك فاطمة دونك. هاي جات الحمد لله بطبيعتها. جات بالسلاح. باهي السؤال هذا اسكندر وسلوى تقعدوا تسمعوا فقط، السؤال هذا يهم مريم ويهم فاطمة. البنات يديكم على البوزر. سؤال يقول كمل كمل المثل هذا، ميمونة تعرف ربي. ميمونة تعرف ربي، ربي يعرف ميمونة. علاش قلت باش تدوخ؟ يعني نحب نعرف في اي جنب النزل. ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، هكا ماني ريتك الدور اللي لعبته. ربي جيت الليل انا مش بلا الدور اللي لعبته بك في ناس معناها قدام العظيم نضال سعد. استنى دور صديق العظيم. فهمت هذيك كل تنسيه علي تتفينس. والله اسمع انت تعرف صوتي، انت تعرف صوتي. كنت عيطت او عيطت اي ما صوتي مبحاح. ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه. برافو فاطمه برتكيت. دونك انت باش تلعب مع سلوى هكا ولا اي؟ مع ربي. يا سلوى فما ربي يا مدام سلوى. عندكم 30 ثانيه باش تاخذوا نقطه. باهي تشاوروا انت وفاطمه وتعطيها انت الجواب النهائي وهي تقولوا. سؤال يقول لشنو يرمزوا النجوم في علم الولايات المتحدة الأمريكية؟ الاقتراحات عدد سنوات الحرب الأهلية، عدد الولايات، أم عدد الرؤساء؟ يا سلوى تشاوروا. عدد الولايات. لا ما عنديش لافورماسيون كلير. انا زاد ما نجمش نغلطك معناتها. خمسة أربعة ثلاثة نزلت على البوزر واخترتوا الجواب عدد اثنين اللي هو عدد الولايات. سلوى جاوبت بالزهر. اي صحيح ولا ايه؟ عملتك شكلك انت كتمينه ذوكم. لا ما تجيش للرؤساء خاطر الرؤساء ما تجيش الرؤساء امبوسيبل. وعدد سنوات الحرب الأهلية نجم يكون نجم تكون تقول انت النجوم اللي حاطينهم في العالم باش يذكروا بهم الشعوب اللي الحرب الأهلية ماهيش بيها يا بار اكزامبل. ها اي لوجيك. هو تحليلك الاولاني صحيح، ما همش عدد الرؤساء. تحليلك الثاني اللي هو جاوبت بالزهر تحليل صحيح زاد عدد الولايات. برافو نقطة. جواب صحيح عدد الولايات. عدد الولايات عندك اسكندر. مازلت معانا متعرف حاليا؟ مازال مازال اسكندر. راهو ما حتى حد ما باش يروح مغشش راهو معناها. ايوا باش تعمل لك مدام عالية تغشت وعلقت علينا التليفون. هاي صحيت عندك توا فرصة باش تعدل النتيجة كان مريم تاخذ الأولوية. البنات يديكم على البوزر وسايبوا التليفونات. نحب عقلة على التليفونات بحق، نحب عقلة على التليفونات ومن بعد ما نتاقيوكش. عقلة على التليفونات عقلة على التليفونات. سادة المعدة دخلت اقتحمت الديسيبلين يا بنتي ما فماش عقلة على التليفونات.
يبعثوا في المساجات ويخدموا فيها فاهم. هذا معقول سايب تليفون ركزوا مع المتبايرين عباد يعني بك ربي تو قاعد مركز. سؤال يقول من بين مجاز الباب وبوسالم ونفزة أنا هي المنطقة ما تتبعش ولاية باجة. بين شكون؟ مجاز الباب وبوسالم ونفزة أنا هي المنطقة اللي ما تتبعش ولاية باجة. مجاز الباب نزلت اي شنو نزلت قبل ما يوفى التوقيت؟ لا مش وفى نزلت بعد ما وفيت التوقيت. هي تتبع ولاية جندوبة. بوسالم ماهيش تابعة ولاية باجة. باه باش نمشيو لسؤال آخر. مش توا باش نمشيو لسؤال آخر مرة أخرى. البنات يديكم على البزر، البنات يديكم على البزر. سؤال يقول شناهي الخضرة البرتقالية اللي تتعرف بفوائدها على العينين؟ الخضرة البرتقالية أي نعرفها شناهي؟ كاروت. السفنيريا. السفنيريا جواب صحيح. جواب صحيح. كيما الارنب يقولوا هذيك السفنيريا الجزر. السفنيريا جواب صحيح. برافو مريومة. يا اسكندر. اسكندر هوني مازلت. اي عندك 30 ثانية تحكي فيهم انت ومريم باش تعدل النتيجة. حاضر؟ اي مرحبا. حاضر. مرحبا يا اسكون يا بنين. السؤال يقول من بين وسائل التواصل الاجتماعي أنا هي مش على ملك مارك زوكربيرغ. واتساب، انستغرام، أم تويتر؟ الاقتراحات. واتساب. الواتساب، انستغرام، وإلا تويتر. شنو تقول؟ أنا نقول لي. أنا نقول تويتر. 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 يا اسكندر. جاوبت نعم. جاوبت كيكه ولا جاوبت ما خذت خاطر في مريم؟ انا خذت خاطر في انا. ها خاطر في مريم. ما خذت خاطر في ياخذ خاطرك. ما خذت خاطر في مريم هو التويتر. مريم انت عندك الجواب ولا لا؟ ها خذيته من عند بالزر. ايوه انا عندي جواب. ما عنديش. ميساج فسر لي. عندي جواب متاكده من روحي. اي زعما مش انستغرام؟ لا مش انستغرام. على حسابها مريم. ما فهمتش علاش. نحب نربح سي اسكندر هكيكا. باهي ربحت نقطة سي اسكندر. جواب صحيح. مبروك عليك النقطة نقطة التعادل يا اسكندر. نعم. هاي ربحتك نقطة. بارك الله فيك. مريم زي مرحبا. باهي مرة أخرى البنات يديكم على البوزر. السؤال اللي باش يحسم هالمباراة. سؤال يقول منين اصل البايلا؟ اسبانيا. مره اخرى يا سكون. جواب صحيح. اسكندر مازلت معانا. اسبانيا. اسكندر. نعم. احنا ركز في الجمله ذي. طب ركز في الجمله هذه. 30 ثانيه يفصلوك على 600 دينار. تفهمنا؟ اي فهم. السؤال يقول ركز معايا يا اسكندر. نيوزيلندا تتبع أنا هي قارة؟ الاقتراحات أوروبا، أوقيانوسيا، أم أمريكا الشمالية؟ نيوزيلندا تعرفها؟ نعرفها طبعا أوروبا. شكون؟ أوروبا قارة. لا أنا نقول أوقيانوسيا. أوقيانوسيا باش تاخذ بخاطرها زادة. أيا شو نقول؟ نقول أوقيانوسيا. أوقيانوسيا. خمسة أربعة جواب نهائي مريم. أوقيانوسيا. يا اسكندر معناها مريم تقول لك ارمي روحك في بير ترمي روحك في بير. ها لا قلت. به مانيش نطول عليك برشا. سكون شكون بحذيك انت تو؟ العائلة. اي نعم العائلة. العائلة وش تخدم انت يا اسكندر؟ عامل يومي. عامل يومي. مبروك عليك 600 دينار من هدية سلمتون اسكندر. مبروكين عليك 600 الف يا اسكندر. على شكون تحب تسلم؟ نحب
نحب نسلم على نبات الجبن كله ونحب نسلم على ومن صعب وكو وين ما سلمش عليا ربحت يعيشك يا اسكندر ميرسي بوكو سلوى مازلت معنا انت زاد ربحت بوندا شا قيمته 100 دينار من اداء اتصالات تونس معنا حتى حد راح مغشش علاش كنت حاب تسلم سلوى سلم على عائلتي وعلى اصحابي وعليكم الطوبه يعيشك يا سلوى ميرسي بوكو ليلتك زينه الربح مازال متواصل على اي اف ام وفي العب يلا تحديدا مع اتصالات تونس ترتيحه صغيره مع البوب راجعين راجعونا تليفوناتنا تسعة وخمسة واربعين دقيقة على اي اف ام احلى راديو مازلنا مواصلين حتى العشرة متاع الليل اما تحب المعلومة اللي تشدوها اليوم درس اليوم تحطوا عليه زوز استرا بالاحمر سيد المخرج كيلو الحديد لا يساوي كيلو اللوح تحط عليه زوز استرا بالاحمر وتكتب من اللوطة ميد ان فاطمة برتاكيس ومريم العثمان تقعد لهم بحول الله وصمة عار حياته اين اللي جاوب تخافات ما كيلو حديد يساوي كيلو لوح هو بيدو الكيلو اسرى بابا زي نقول لك انا مش مشي نايس تو نو راهوك حاجات ديما نعرفوهم ديما المعلومه نبحوها عليه نايس تو نو اسمعني اسمعني ستريس اللي تتحط فيه حسبك ولا حسبك ستريس اللي تتحط فيه باش تربح اوديتور وباش تاخذ الكيستيون باش نعملوا الزربه وكل شيء مسؤوليه دخلك بعض باش نعملوا البوز بهذايا سي بون سافا امورنا ماهي كبيره معناها انت دخلت بعضك ما عرفتش الكيلو اللي هو بيدو كيلو خاطر انت مركزه حاب تربح لوديتا ما جاوبتش انا على الكيستيون انا بعد كاوت سالتني على الجواب انا حاسس بكم صدقك توم بعد نشوفوا لي كومنتير ونفهموا العمليه ليه باش نمشي مباشره باش نمشي مباشره للكيف استاذه عمرها 40 سنه مدام احلام بوغانمي ريت ريت العصات لا تقول لي صفق مدام احلام شنو احوالك؟ صحة بخير لاباس وعايشكم استاذه في ماده شنو؟ أستاذة في مادة العربية أستاذة في مادة العربية يا عيني يا عيني على فعول 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 تشرفوا يا مدام أحلام مدام أحلام مرحبا بك مرحبا أنت في بالك يا مدام أحلام اللي كيلو الحديد ما يساويش كيلو لوح كيلو حديد كيلو لوح كيلو كيلو صحيح ريت مدام أحلام معاك فيق باهي باش نمشي معلمة فيقة أستاذة 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 سامحني باهي من الكيف باش نمشي مباشرة للقيروان أما هي تعيش في سوسة عاملة بمصنع عمرها 29 سنة مدام خولة عامري شو حوالك؟ سافا مرحبا بك عايش الصحة بخير الحمد لله الله يخليك في فورمة خولة بيان سير في فورمة إن شاء الله يا ربي ديما في فورمة مدام أحلام وخولة باش نعطيكم سؤال سؤال في 10 ثواني اللي باش يجاوب على أجوبة أجوبة نتاعو تكون صحيحة في أقل وقت عنده حرية الاختيار يلعب مع مريم بن عثمان وإلا مع فاطمة برتاكيس باش نبدأ بك أنت يا خولة السؤال نتاعك يقول سمي لي ثلاثة مشاهير اسمهم يبدأ بحرف الفاء فريد لطرش هاي بحذين هاي بحذين فاطمة برتكيس فاطمة بصراحة فاطمة برتكيس سعيد دونك عطتنا جواب في 10 ثواني جواب في 10 ثواني مدام أحلام ساعتيني ضحكة مدام أحلام مانيش في القسم تو سعيد صحي تنسى لك القسم واكسكلو وشوشت يا مدام أحلام راني باكليت وتليعت من العربية مدام أحلام الحقيقة الحقيقة تعاقب برشا ولي انا عندي عقده كنت من العقاب تعاقب برشا كيكسكلو صعيبه معناها في القسمه هذاك علاش تحب تعاقبنا احنا معناتها اللي تعاقبتوا انت صغير تحب ترجعوا فينا احنا انتوما ليه انتوما قلتوا وريت البروف كي شدها لك حتى لاخر العام الحاجه شي شدها لنا احلى التو اي انتوما قلتوا كيلو انت كلمه ما تعرفش نسامح مع اللي يستحقوا صعيبه شويه مع اللي هو ذاك صحيح اما يا مدام رام قالوا لي كيلو الحديد ارزن من كيلو اللوح كيفاش تحبني بربي انا شنو نجم كيفاش نجم نعاقبهم كيلو البلاستيك وكيلو الحديد بكره تقولوا هو المنطق هيك معناها هو هذاك هو ما فماش منطق هو هذاك هو فماش منطق ما دام كيلو هو بيدو كيلو الحديد كيلو ريش يحضر ويغيب عقلك الباطني هذاك عقلك الباطني يقول لك ما دام احلام السؤال نتاعك يقول في 10 ثواني السؤال يقول سمي ثلاثة صفات ما تتمناهمش في شريك حياتك
النفاق الكذب والسرقة. النفاق سرقة شو سرقة مدام؟ هذي كيفية لحظة لا كيفية شركة حياتك حرامي؟ هذي مش سيبات هذي طلقوا هذي طلقوا تهزوا محلاش كان منك للمركز وتسلموا وتبلغ عليه شو ما معناه؟ تاخذوش معناه مش تاخذو هي مش توصل تاخذ مش تسرقها هي قد ما أي معناه في شريك حياة معناه تخيل تخيل واحد باش يخطب يقول أنت والله شنو حاجة خايبة فيك يقول والله أنا اسمع صعيب كذب شويه ما راني سارق شنو ينجم يسرق لها سعادتها سماح اه فوالا فاطمه برتكيس ربي تصفيقه سد مخرج سد مخرج سد مخرج سد مخرج تصفيقه راه كل شيء مديك توفى الحلقه لما ندوق يسرق لها ضحكتها زينه ضحكتها زينه وقلبها الحمد لله رب العالمين دوك قد ايه ثلاثه اجوبه صحيحه في خمسه في خمسة ثواني مدام أحلام نخليك حرية الاختيار مع شكون تحب تلعب مع مريم بن عثمان ولا مع فاطمة برتكيس مع مريم بن عثمان مع مريم بن عثمان دونك دونك خاولة مع فاطمة خاولة باش تلعب مع فاطمة برافو فاهمة قانون اللعبة السؤال هذا يهم البنات اللي موجودين في البلاتو جوست نعطيكم معلومة مدام أحلام وخاولة راهم فما حد يروح مغشش معانا لا لا ان شاء الله نتفشوش انا نتفشوش كل الحمد لله هي لعبه باش نتفرج قبل كل شيء هذاك صحيح هذاك فهم اللعبه هذاك هو شكون اللي تكلم هو توا قال مدام احلام مدام احلام سؤالي هم البنات اللي موجودين في استوديو دونك انتم تقعدوا تسمعوا فقط البنات يديكم على البوزر سؤالي يقول قداش فما من 200 فرنك في الدينار حشايني سهلة عادة ذي خمس حشايني جاوبت خاولة انت وفاطمة عندكم 30 ثانية كي نعطي السؤال تتشاور انت وياها وتعطيها الجواب النهائي قبل ما تنزل على البزار تعطيوني الجواب النهائي بس اتفقنا اخرتها باش تمشي بالجواب نتاعك اي فاطمة اي 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 سؤال يقول يا خاولة شنية الألوان اللي في بلاكة ممنوع الوقوف والتوقف الاقتراحات أزرق وأحمر أبيض وأحمر وإلا أزرق وأبيض جاوبتك أحمر وأبيض الاقتراحات تشاورو عندكم 30 ثانية شنو قلت أحمر وأبيض أحمر وأبيض عندك البرمي ولا معروفة عادي الحكاية هي موجودة أحمر وأبيض على ممنوع أحمر وأبيض أنا مش تمشي بالقرار متاعك أحمر وأبيض أحمر وأبيض خاولة عندك برمي عندي برمي عديت الكود عديت الكود قد عندك من اللي عديت الكود عندي عامين عندك عامين من اللي عديت الكود ينجموا يكونوا تبدلوا بلاكة اللي جيتك فيها حمرة وبيضة سون سنتر دي ستوب ها في بالي هي مش ازرق وابيض قعدت بين ابيض واحمر وازرق واحمر يا خاولة نعم الابيض والاحمر لانتردية ذيك بلاكت ممنوع الوقوف والتوقف هي أزرق وأحمر جواب غلط أنت وفاطمة باش نفك لكم برمياتكم بحول الله زوز برميات ما عادش باش تراوهم أنت عارف برمي ما تظلمونيش مازلت مازلت فاطمة مازلت ما خذتش برمي على ذاك باهي البنات مرة أخرى البنات مرة أخرى يديكم على البزر البنات مرة أخرى يديكم على البزر سؤال يقول شكون أول واحد جاب ميدالية ذهبية أولمبية لتونس مريم جمودي جمودي قاتلوش في الاسم جواب صحيح الجمودي محمد جمودي جمودي بعد ملولي بعد الحفناوي الجمودي قبل حبيبة الغريبي فما زاد البوكسور ميساوي فما به هما خمسة ميداليات به مدام أحلام مرحبا مدام فاطمة معايا مدام أحلام انت باش تلعب مع مدام أحلام انت مع مدام أحلام عندك 30 ثانية تتشاور فيهم انت ومريم وتعطيها الجواب النهائي السؤال يقول
الجورغونزولا شنو هو؟ نعم الجورغونزولا. الجورغونزولا نوع من انواع الغوريلا، نوع من انواع الجبن، مدينه في كولومبيا. تعرفوا ولا ليه الجورغونزولا؟ تعرفوا ولا ليه؟ لا. باه انت تسمع بكلامينا تمشي بكلامينا. هو مش غوريلا سا سي سور، وماهيش مدينه في كولومبيا سا سي سور. دونك انا نقول جبن معايا ولا لا؟ باش نمشي بكلامك، اما انا من اللون حسيتها كان انا وعم تغور منك. لا ورا سقتي. لا خمسه ثواني نمشي بكلامك. جبن انت حسيتها نوع نتاع غوريلا؟ اي فما الجورغونزولا غوريلا، وفما جورغونزوليا ذاك وتخاد غوريلا، فما الجودزيلا. جودزيلا اي الحمد لله مشيت بكلامها مدام. اي نمشي بكلامها، حاجه مانيش متاكده كان قلت لي صار في فعل. ماشي لا كولومبيا لا غوريلا. جواب صحيح، هو نوع من انواع الجبنات. برافو عندك نقطه. هاي ريت كيفاش طيب ما نعرفهم فزدوا هاك تو تروح تفيس على راجلك تقول له راني انا استاذه، معناها لعبت مع استاذه وعاونتها باش خذت نقطه. يعطيك الصحة. باش نحيو لك هكا وصمة العار نتاع كيلو كيلو بطاطا. انا هي نتاع الكيلو والكيلو. به البنات البنات مرة أخرى يديكم على البزور. يا تعدل فاطمة برتكيس يا ستنتصر ميمي. يلا سؤال متاعكم يقول زمبرة وزمبرتة يتبعونها هي ولاية مش بنزرت ولا مستير مش هاجي لك تاني تاني. حط لها بربي يا سيد مخرج عطيني برسمك اغنيه بتاع اي حاجه هك اي حاجه عطيني هكك صوت حاجه شيء هي حاجه كي تو معنى اي 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 حاجه ما يسالش خذ وقتك والله العظيم انا ندبهم انا ندبهم صحيح هان ندبهم هان ندبهم وليتني بالجواب غلط. مريم مره اخرى مدام احلام مدام احلام معاها نصور انا عندي احنا توا ما بعدنا باش نشاوروا 30 ثانيه يفصلوك على 600 دينار. شاور انت ومريم. السؤال نتاعكم يقول شنو يتسمى الصباع اللي نلبسوا فيه خاتم العرس يا استاذه العربيه؟ الاقتراحات الخنصر البنصر ام الابهام؟ استاذتي شو اسمه الخاتم اللي نلبسوا فيه الاصبع اللي نلبسوا فيه الخاتم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سميهم سميهم الخنصر بنصر سبابة ابهام. عرفت انا هو اللي قبل الاخر اللي قبل الصغير اللي قبل الصغير شو اسمه اللي قبل الصغير؟ خمسة سبابة ابهام سبابة قالت سبابة مريم ما تسمعي شيء؟ اي متأكدة شنو نقول؟ نجاوب الابهام الابهام انت شنو قلت؟ الابهام البنصر ما فهمتك شنو قلت؟ اعطيني الجواب نهائي شنو هو؟ البنصر ايه هكا اي البنصر وافقنا البنصر البنصر جواب نهائي سبابه قلت سبابه لا صحيح البنصر تو ما عادش نجمو نبدلو قلت لها جواب نهائي اي انا نتصور البنصر ونزلت على البزار تعرف قالت البنصر ريت التراك ريت التراك استاذ العربيه ريت باش تعرفوا واحد كي تحطوا ليكزامون قدامه كيف يبدا يرعش ريت ريت هاني مقبله ورحنا خنصر وبنصر ما باش تسميهم وحلت. مبروك عليك 600 دينار تونس مدام احلام ان شاء الله مبروكين عليك. نخلي لك مدلفه على شكون تحب تسلم. نسلم عليكم انتم الاذاعيين والاذاعيات، نسلم على عائلتي كلها على التونسيات والتونسيات، وان شاء الله مساءهم كل محبه وسعاده وتفاؤل وامل ونجاح وتالق. يا عايشك مدام احلام ان شاء الله مبروك عليك. خوله ما زلت معانا؟ بون داشا بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. مبروكين عليك يا خوله. نخلي لك مدلفه على شكون تحب تسلم. نسلم على عائلتي كل من يعرف خوله والبرنامج نتاعكم يعطيكم الصحه. تحية ليك والولاية قيروان ان شاء الله مبروكين عليك مدام خولة ومدام احلام. كادواتكم من اهداء اتصالات تونس. الربح متاع حلقة البارح على الديجيتال هو محمد امين عزوزي من تونس. مبروكين عليك 600 دينار يا محمد امين. مرسي بوكو ناس كل. مرسي مريم مرسي فاطومة مرسي دالي في الاخراج المايسترو العظيم. مرسي كوجة في التصوير الحلو. مرسي اف ام تي في وام وايمان
اللي متعبينهم الحقيقه متعبينهم على الاخر. ميرسي مي، ميرسي زهره في الاعداد. هكا حلقتنا اليوم وفات، تلقاو ان شاء الله غدوه، مش غدوه، نهار اثنين في نفس التوقيت، برشا كدوات وبرشا ربح. سيد مخرج نزرب مازال كثير خير، نقول لهم بربي اطوال 600 اطوال واحد دياز، نتلاقاو ان شاء الله نهار اثنين. بو ويكاند، باي باي.